يعني هي الامطار الاخيره وارد جدا يبقى فيها الطريقه ديت والاسلوب ده وضعه طبيعي جدا. يعني احنا كمان بنلعب على 3 نقاط، المقاولين كمان عايز بالتاكيد ياخد نقطه او 3، فوضعه طبيعي انه كان يلعب يعني دفاعي قوي كده، لكن في النهايه الحمد لله رب العالمين. المهم ان هي بطوله الدوري بتيجي كده، بتيجي في لحظه، ما تستسلمش، لازم تبقى مصمم ان انت تكسب، والحمد لله ده اللي اتحقق النهارده. الحمد لله يعني شفنا راحة عمرو السوليه، وبالتاكيد يعني طريقه للروتيشن راحة اللاعبين، عدم خساره اي لاعب قبل المباراه الهامه، مباراه العشرة في امام المغرب ان شاء الله. في الاول والاخر انت عندك تحديات كبيره قوي، يعني لا هنقول ضغط مباراه ولا حاجه، انت بتلعب على بطوله الدوري، بتلعب على نهائي افريقيا، فوارد جدا ان يبقى تتعرض لاي ظروف. يعني المهم الهدف بتاعك يكون كبير. يعني الحمد لله ان شاء الله، الحمد لله على المكسب النهارده، لكن هتقفل الصفحه بقى، يعني هتقفل الصفحه، لان انت عندك بعد يومين 48 ساعه عندنا المقاصه في السويس. انا ما بفكرش دلوقتي الاعب مين على فكره، وكل بتركيزي ان احنا يعني عندنا افضليه في ان شاء الله الرحمن في الفتره اللي جايه، لكن في النهايه عايز الثلاث نقاط. هتلاعب مين، هتلاعب ازاي، هيلعبوا ازاي، يعني كل ده هيتنسي، اللي هيفتكر مين هو بطل الدوري. يعني لكن اكيد مع عدم التفكير، لكن في تفكير او ترتيبات اداريه عشان المباراه النهائيه والسفر، ومع الاعلام بالامس مجلس اداره ان الكابتن محمود الخطيب هيكون رئيس البعثه، واكيد دافع قوي جدا للاعبين لما يكون واحد حجم الكابتن محمود الخطيب رئيسا للبعثه. عارفين احنا رايحين ليه، احنا رايحين لنهائي افريقيا، يعني البطوله اللي بيحلم بها كل لعيب على مستوى الافريقي، يعني انه يكون موجود في الفاينل ده. احنا وصلنا لاخر خطوه، لكن في النهايه التارجت لسه ما اتحققش، الهدف بتاعنا الاساسي لسه ما اتحققش، عندنا خطوه بس قبلها تسبقها اللي هي مصر المقصه، ان شاء الله الرحمن نأديها بشكل كويس، وبعدين نسافر المغرب باذن الله. شكرا.